ننتقل الى استخدامات ال have to استخدام الاول احنا مثل ما تطرقنا انه هي ال obligation have to express strong expresses strong obligation يعني انه التزام قوي strong obligation التزام قوي the obligation هذا الالتزام comes from outside يعني يجيني من uh, فد uh, يعني خلينا نقول قواعد او شروط او فد فد شيء مفروض علي من الخارج يعني مو احساس داخلي اني دا احس بأنه انه اني يتوجب علي انا اسوي فلان شيء لا مجبور علي بين قوسين perhaps a قانون rule قواعد مثلا at school or work لو هي قواعد مال دولة مثلا بلد معين أو منظمة أو فد منطقة ممكن تدخل مثلا المطعم أو حديقة أو كذا أو فد شي يعني يقول لك هاي من تكون بهذا المكان لازم تتبع هذه القواعد. ممكن ان يكون someone in authority someone in authority مثلا الشرطي يقول لك لا تسوي فلان شي او المدير مال المدرسه او العميد عميد الكليه او الاستاذ داخل القاعه يعني أي قاعدة تنفرض عليك يعني مو معناته إلا شخص صاحب سلطة متسلط في مرة لا أي شخص إنه في هذه اللحظة هو عنده حق إنه يعطيك قواعد أو قوانين حتى تتبعها هو هذا يكون استخدام الهاف تو إنه أني أي هاف لأنه شخص دي يطلب من عندي هنا نبع يو هاف تو هاف أنت هنا معناته أنت يتوجب عليك أن يكون لديك تملك a driving license driving license اللي هي رخصة قيادة if you want to drive a car هذا قانون البلد أو قانون كل البلدان استخدام السيارة يطلب أن تكون عندك driving license you have to إذا أنت مجبور I have to start work at 8 هذا هو الوحيد اللي هو لا يقعد يعني هو اكو هواي ناس يشوفوا بس هو هسه هو هذا مجبور يقعد بساعة ثمانية My company says I must بهذا السبب انه ال company The doctor says I have to do more exercise زين هنا الدكتور says الدكتور هو يعتبر هنا بهاللحظة هاي some someone in authority لأنه هو يعرف وهو هسه الحالة انت عرضتها عليه اذا هو صار عنده authority عليك يوجهك ايش تسوي اذا you have to هي مو an option او مثلا feeling of obligation يعني انت مو تشعر بالobligation واضح ناخذ more examples همينة عندي you have to look after the dog here regularly هنا أنا يعني أنت لازم تعتني بشعر الكرومون الجلب بصورة منتظمة ليش؟ لأن الدوغ إكسبرت سي زين أه هنا أه سؤال كوسي على الكوسينز Do you have to wear a tie for school؟ هنا أنا مثلا واحد يسأل على الريجوليشنز asking about school rules الاستخدام الثاني don't و doesn't have to express his absence of obligation ال absence of obligation شباب يعني غياب الالتزام بمعنى يعني انه no, الالتزام اللي انا جنت مفروض علي لا هنا أنا اكو اتوقع اكو التزام بس ال have uh, don't have to <applause> آسف it don't have to well doesn't هي تلغي لي هذا الالتزام it isn't necessary يعني yani, هذا الشيء مو لازم أسوي يعني yani, ممكن أنا أسوي أني بس هو ما مطلوب مني you don't have to do the washing up ما مطلوب منك أنه تغسل المواعين I have got a, dishwasher لأن عندهم dishwasher فما يتطلب من عنده غسل المواعين so it doesn't have to work uh, sorry she doesn't have to work on Monday it's her day off هي ما عندها التزام أن تشتغل يوم يوم الاثنين لانه هو التزامها التزامها فقط الايام الاخرى لان Monday هي شنو day off ناخذ امثلة بعد you don't have to drink that اكو مثلا في سائل معين يقول لك you don't have to drink that معناته you don't need to drink انت ما ما مضطر او ما محتاج ان تشربه but you can if you want يعني اذا غياب الابليجيشن تبقى هنا الحريه باتخاذ القرار